اولا ببارك الاستاذ اشرف وبقول له دايما بالتوفيق. هو حقيقي يعني بيمتعنا دايما بكل الحاجات الجديده. المسرحيه حلوه قوي بجد، اكثر من رائعين. كلهم عجبوني جدا. يعني في الاول كنت لسه مش فاهمه الموضوع بيدور في ايه، وبعدين لما خدونا على مشمانه كده في حركة نشاط سواء من الممثلين أو من المتفرجين. يعني بتمنى لهم النجاح كلهم يا رب، من توفيق لتوفيق لقدام دايما إن شاء الله.